السماوي ده اللي بتاع المفارش اللي هي بتاعت صوري صوري اهو بتاع مش الخيامية ده اللي عدد العربي ده عامل كام المتر؟ 50 جنيه. 50 جنيه؟ ابو عبد الله انت بتروح فين وفين غير الاسواق هنا؟ سوق الخميس في المطرية وسوق التلات في المرج وسوق الحد في السلام وسوق السبت في الخجة. ربنا يوسع عليك. المتر بتاعه بخمسة بخمسين جنيه. 50 جنيه يا بنات ده اللي بتعمل الركنات العربي اللي هي اللي بيعملوها في رمضان والحاجات الخيمية وكده، ده كل الوانتها ما شاء الله. المتر بتاعها بخمسين جنيه. اه الدهب عيان 21، ابو عبد الله واحد بس. بوم. ايه ده انت صورت الميدالية؟ لا لا ازاي بقى؟ هات يا ابني ميدالية يا ابني. هات الميدالية. واحدة هدية. عرضي بقى. هات الميدالية. في عرض سيبك بقى من العرض عرضين. الوانات كتير. 82 و3 و23. خلينا في ده. عرض 160. عرض 160. صلينا على النبي. على الصلاة والسلام. اهي ميدالية ابو عبد الله. 45 جنيه. ال 45 جنيه اللي ب 75 وب 80. طب ده الوانه ايه؟ عندك لون. اوكي. 110؟ والله 110. احنا بايعين الغلابه. حلوه قوي ما شاء الله اللون ده. عايزه تتجوزي تيجي عند ابو عبد الله. والله كان 110 لون. 110 2 3 4 4 4 عامل 318 جنيه جمله ب 110. 110 كلام واضح وصريح. لون ايه تاني؟ لون لا لا الا الله. دي اللي جبتها. في جبلانات جديده بقى جبتها. وفي الوحيد اللي طقم كامل؟ اه لا وفي ده طقم بس خالص. وده في لون تاني. اه جميلة قوي. منه كراسي ولا كنب بس؟ كنب. طب كام المتر منه بقى؟ عندي كراسي منه ولا لا؟ ده كام يا باشمهندس؟ 75 جنيه. 75 المتر؟ ثانية 75 1 2 3 4 5 6 والباقي 65. يعني تسلم يعني. الانسه ام احمد عاوزه قماش. حلوه قوي. ده التقيل. ده طقم كامل. ده طقم كامل. ده الكنب الشكل الجديد. عرضها تاني يا ابو عبد الله. حلوه وده الكراسي. حد هات الكراسي هنا. هات الكراسي كده. هات وده التربه. والكراسي بتاعته. ده 2025. رسمة الجديدة. اه والله 2025. بكام بقى المتر؟ لسه نازل. بكام؟ ب 75 بقى. والله ب 75 عشان هما جايين شافوا. ده ماشي اهي يا بنات. ماشي الركن العربي اهو. المتر بتاعها ب 50 جنيه في اللون الموف. ده كله فين عند ابو عبد الله. وده الرمادي. وده البني كافيه فاتح 50. وده البني وده النبيتي. النبيتي ورا ده كلها قماش العادات العربية. وفي الجمبري. ده كله فين عند ابو عبد الله. سوق الخميس المطرية. حلوة قوي دي جميلة شايفينها. تعملي الاعداد العربي. تعملي ركن. تعملي مفارش. بكام اللي عند؟ بكام ده؟ 35. ده ب 35 مش ب 50؟ لا ده ب 35. ده ب 35 مش زي ده؟ هو الاحمر بس ده؟ لا الالوانات دي كلها. والله جميل. ده ب 35؟ الالوانات دي كلها ب 35. عرضه كام ده؟ 150؟ متر ونص. عرضه 150 يا بنات. 35 يعني الانتهاء. دهب 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 دهب. لو هتاخد حاجه بيضات للانتهاء. 35 ارخص من بيض دمور. بيضات للانتهاء. شويه دول. بيضات للانتهاء تاخد كم متر؟ حاجه. ها؟ الانتهاء ياخد قد ايه كم متر بيضات؟ 4 متر. 4 متر؟ اه حلوة قوي دي جميلة ما شاء الله. عرض 140. وبكام اللي في ايدك ده؟ 35. 35 ما شاء الله يا بنات. 35. 35 يا ابني. حلوة قوي دي ب 35. 35 اللي ماشية وناسية. 35 حلوة قوي تحفة. 35. كبير ولا صغير؟ وده كمان 35. ده قماش تنجيد اهو. 35 جنيه المتر اهو. ده كله فين عند ابو عبد الله. حلوه قوي القماش ده شايفينها.
جميل. الالوانات بتاعتها تحفه بصراحه. واللون اللي في ايدك ده بكام؟ 35. كله ب 35. كله ب 35. كله ب 35. 35. كله ب 35. دي جميله. كله ب 35 يا تحفه. اللي صلى على النبي سنة. دي اللي بتعمل اعداد عربي 35. في 4 جنيه. ها؟ وفي جلد مقلوب وفي تريجر وفي قفيل. فين؟ طب ما تفرد لي، قلت لها تفرد لي يلا. اه ده ب 35. 35 ده كمان 35 اهو. زي ما انتم شايفين ده كله 35. طب افرد لي انت يا اما اسمك ايه؟ العرض عرضين. اسمك ايه؟ محمد. ماشي يا محمد افرد. ده بكام؟ 50. ده مش تنجيد يا بقى. عد 150 صح؟ عد 3 متر. ده عد 3 متر؟ عد 3 متر ب 50 جنيه؟ يا بلاش، عد 3 متر يا بنات ب 50 جنيه. اه. حلوة قوي دي. عرض 3 متر. 50 جنيه بس. 50 جنيه عند ابو عبد الله. عرض 3 ب 50 جنيه. 50 جنيه. واللي صلى على النبي يكسب. عرض 3 متر ب 50 جنيه. فيها الوانات تاني؟ كذا لون. كذا لون. 20 30 لون. في ده. في ده. اه عرض 3 متر. ب 50؟ كل حاجة. مش معاك. ده لونه حلو كمان. لا متأخرة ليه كده؟ بدري جوه. 50 جنيه. عرض 3 متر. كلامنا واضح وصريح. ب 50 جنيه؟ طيب افرض لي، طيب افرد تاني. وفي عرض 3 متر 20. 20؟ 3 متر 20 كمان؟ اجهز 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 على طول. اجهز اجهز. خد التيلة يا يلا. اللي صلى على النبي يا اسطى. بدأنا كلامنا بالصلاة على النبي. عرض 3 متر 20. 3 متر و20 سم. عرض 3 متر و20 سم ب 50 جنيه. والمفاجأة وش وظهر. وش على وش يابا. وش يوم الخميس الجاي ده الكلام بتاع حضرتك الوحيد اللي طقم كامل؟ اه لا، وفي ده طقم بس خالص. وده في لون تاني. اه جميلة قوي. منه كراسي ولا كنب بس؟ كنب. طب كام المتر من ده؟ عندي كراسي منه ولا لا؟ ده كام يا مشمهندس؟ 75 جنيه. 75 المتر؟ كام يا 75 1 2 3 4 5 6 وده 65. يعني تسلم يعني. الانسه ام احمد عاوزه قماش. حلوه قوي. عايز اقول لك ده التقيل. ده طقم كامل. ده طقم كامل. ده الكنب الشكل الجديد. عرضها تاني يا ابو عبد الله. حلوه. وده الكراسي. هات الكراسي هنا. هات الكراسي كده. هات. وده التربه. والكراسي بتاعها. ده 2025. 2025 رسمة الجديدة. اه والله 2025. بكام بقى المتر؟ لسه نازل. بكام؟ ب 75 جنيه. والله ب 75 عشان هم جايين شرحوا.